نجح أمل الأربعاء في اختطاف التعادل من شباب بلوزداد بعشرين أوت في المواجهة التي احتضنها ملعب عشرين أوت، مواجهة نجح فيها الأمل في فرض التعادل على الرائد الشباب بهدف لمثله في مباراة مؤجلة عن الجولة 28. أمل الأربعاء كان السباق للتهديف عبر صعيداني في الدقيقة 60 قبل أن يعادل أبناء العقيبة النتيجة بواسطة بوردين في الدقيقة 70 ليواصل الشباب في الصدارة، بينما انعش الأمل حظوظه في البقاء والتغطية لإسلام شتيوة. نقدر نقولوا احنا بالنسبه لنا ديفات، وان ضيعنا نقطتين على ارضيه ميداننا، ما مازال باركور طويل، مازالوا 8 مقابلات. نظن جانا باساج افيد خفيف، ان شاء الله نخرجوا منه، ان شاء الله نخرجوا منه. دوكا راح نكونسونطرو على المباراه الجايه ضد الشلف اللي حتكون صعبه ثاني هنا على ارضيه ميداننا. كنا حابين نعاودوا نكملوا في سلسله تاع النتائج الايجابيه اللي حقناها في الجولات الاخيره. الحمد لله نقطه ثمينه، نقطه مليحه للمعنويات، مليحه في لغه الحسابات. نتمنى هذه النقطة تساعدنا يعني في نهاية المشوار. المقابلة هذه كانت على بالنا بلي صعيبة مع متصدر ترتيب، مع كما نقولوا من أفضل الفرق في البطولة. احنا درنا كاع اللي علينا، كانت ماذا بينا كما نقولوا نولوا بثلاث نقاط. الحمد لله نقطة إيجابية ولينا بها، ما خيبناش بها الفريق تاعنا والجمهور تاعنا. الماتش اليوم كان ديفيسيل، احنا جينا شغل من اجل ثلاث نقاط، كنا دايرين ثقه في رواحتنا الحمد لله. بروفينا با مال لوكازيون، الحمد لله يا ربي اليوم حققنا نقطه.